اعتقلت الشرطة الألمانية صباح الخميس شخصين من جنسية جزائرية داخل مركز لإيواء اللاجئين خلال حملة مداهمة ببرلين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، كما جرى توقيف زوجة أحد المعتقلين للتحقيق معها. وأوضحت الشرطة أن البحث لا يزال جاريا عن شخص آخر. لدينا معلومات عن شخص كان في منطقة الحرب في سوريا، وعلى الأرجح حصل على تدريبات عسكرية هناك. وجود شخص يتمتع بخبرة في أعمال العنف يعتبر مصدر قلق بالنسبة لنا. فيما ذكرت مصادر أمنية ألمانية أن عملية المداهمة والاعتقالات تمت في مركز للاجئين في أتندورن وهانوفر وبرلين. ووفقا للصحافة الألمانية، المتهمون كانوا يخططون لارتكاب اعتداء في ميدان ألكسندر وسط برلين، وهو مكان يرتاده الكثير من السياح.